هاني عادل الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كان فيها حاجات مشروعات او خطوات جديده والحمد لله كانت كلها ناجحه. احنا بنتكلم على تمثيل، بنتكلم على اعلانات، بنتكلم على جواز، بنتكلم على احلام من الطفوله اتحققت. يعني الثلاث اربع سنين دول كان عندك العاب كتير. الحمد لله كان فيهم حاجات كتير وكانوا زحمه، بس زحمه من نوعيه الحاجات اللي انا بحبها. ودايما الناس بتفتكر ان انا بقعد افحص وامحص كتير قوي قبل ما اختار الحاجه، بس صدقيني انا يعني بدعي ربنا دايما ان ما يخلينيش اعمل حاجه ما احبهاش، عشان اي حاجه، عشان الفلوس، عشان اي شيء. في المزيكا بختار فيها اكتر الحاجات اللي بحبها بس، لكن لما باجي اشتغل في التمثيل مثلا او كده اللي بيتعرض عليا ساعات بعمله، لما لازم يكون قاري كويس الدور اقدر اضيف لي حاجه، او الدور هيضيف لي حاجه، او هتعلم حاجه من الناس اللي موجودين معايا في اللوكيشن، او عشان شغل برضو ممكن. بس دايما ربنا من ساعه ما دعيت الدعاء ده ودايما بدعيه دايما دايما الحمد لله ما بيخلينيش اشتغل في اي حاجه انا ما بحبهاش. وبالتالي ده واحده من قمم السعاده اللي ممكن طبعاً الانسان يوصل لها، انه طبعاً يعمل الحاجات اللي هو بيحبها وبيستمتع بالزبط بيها. طب هبتدي باكتر حلم او باقدم حلم عندك. اوكي. اللي انت كنت معلق صوره عندك في البيت. ايوه. وبقيت بقى بتمثل مع صاحب الصوره. طيب انا عملت فيلم مع جاكي شان وجون سينا. لازم لسه نازل قريب. لسه نازل قريب، وكان المفروض هينزل على منصه من المنصات يعني. بس هو نزل على نفس المنصه دي بره، بس لسه ما اتفتحش عندنا هنا. أوكي. في الريجن بتاعنا عندنا يعني. ففيلم اسمه هيدن سترايك مع جاكي شان وجون سينا. دول ايقونات بالنسبه لك من وانت صغير. طبعا طبعا ايقونات لكل الوطن العربي، لكل العالم يعني. ايقونات طبعا يعني، طبعا من قبل جون سينا جاكي شان. بالنسبه لي اصلا ان انا كنت اروح اتفرج على الافلام بتاعه جاكي شان في السينما، كانت سينما اسمها جرين. تسمع عن سينما اسمها جرين في المانيال؟ لا ما اسمعش. سينما اسمها جرين، سينما مفتوحه كده بتعرض فيها اربع افلام. وسينما جرين دي ابويا كان بيوديني الله يرحمه يعني، كان كل يوم حد يوديني السينما، وهو عارف ان بحب. ودايما كان في افلام ليها علاقه بالكاراتيه وبالاكشن وافلام تانية عربي، ثلاث او اربع افلام في نفس السينما. فكنت كل يوم حد بروح طبعا، وارجع البيت اكسر البيت كله، بنقف كلنا قدام المرايه. وطبعا كنت صغير وما عنديش بقى لا بدله كاراتيه ولا بدله ولا اي حاجه من الحاجات دي يعني. ابويا جاب لي بيجامه قال لي دي بدله الكاراتيه. فانا وقفت قدام المرايه ببدله الكاراتيه ديت. فان انا في يوم من الايام تعدي كل السنين دي، والمانجر بتاعي كلمني مره يقول لي احنا في فيلم عايزينك تمثله في الصين. قلت له ايه فيلم؟ فيلم ايه اللي همثله في الصين ده؟ قال لي فيلم كده مع جاكي شان. قلت له فيلم كده مع جاكي شان؟ قلت له يعني عايز نعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لا بيقولها عادي. ايوه لا بيقول لي فيلم مع جاكي شان. هو اصل هو عارفني انا ايه يعني، ما بتخضش بسرعه. فهو لما قال لي جاكي شان، قلت له جاكي شان انت متاكد؟ قال لي قلت له يا عم لا، هتلاقيه فيلم هم عايزيننا فيه في كام مشهد كده، واحد عربي بقى يطلع ارهابي ونفس الكليشيه اللي هم بيحطونا فيه طول الوقت. لا مش هسافر. وفعلا ما كنتش عايز اسافر خالص، وقررت ان انا وقتها كنت قافل على نفسي قوي وبعمل حاجه جديده تقريبا. او مكتئب او اي حاجه يعني. اي حاجه تخليني مش قادر لسه هروح الصين وبتاع. فالحاجه المحرك الوحيد كان بالنسبه لي بصراحه ان انا قلت له لو عندي مشاهد مع جاكي شان ممكن اروح اعمله. ده الحاجه دي الشرط الوحيد من عندي هنا. يعني ان كنت اعمل ده فيبقى اطلع معاه بقى في مشهد واحد. أيوة مش تبقى في حته ثانيه. لا مش فارق معايا ان انا اطلع على العالميه، انا رايح العب. انا احلامي ان انا اقابل الهيرو بتاعي من وانا صغير. اللي كنت بروح اتفرج عليه على افلام يعني. ما هو الموضوع مش ما يتصدقش برضو يعني، خلي بالك الموضوع مش بيتصدق لما انا يعني متخيله اشوف جاكي شان مش طيارات بس يعني. أيوة تمام. بس هم الناس فاكرين ان انا طالع ده بس لابس النضاره دي بس وكده. طيب بساعده ان هو يرجع بير بترول بتاع خاص بالصين. هو راح العراق المفروض عشان يرجعه تاني يعني. في مرتزقه خدوه وهو بيحاول يرجعه منهم.